أهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطية حول المشهد اليمني بالعديد من الزوايا المهمة في هذا المشهد، الزوايا السياسية، الزاوية أيضا العسكرية على الأرض، وأيضا الزاوية الإنسانية التي أصبحت ملحة ومن الأولويات للحديث فيها عن هذا المشهد اليمني في ظل هذه الحرب من قبل الحوثيين، وأيضا الانتهاكات الجسيمة والممارسات التي تتم بشكل كبير على الأطفال، على النساء، أيضا منع وصول الأغذية إلى مستحقيها في اليمن، وغيرها من الممارسات التي يقوم بها الحوثيون ضد طبعا الشعب اليمني. دعونا نرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة إيمان حنا، رئيس قسم الشؤون الخارجية باليوم السابع، حول طبعا هذا المشهد اليمني. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. يعني في البداية، في الكثير من الشجون عندما نتحدث عن الأزمة اليمنية أستاذة، وأبدأ معك بالزاوية السياسية في الحقيقة، لأنه الأخبار دائما بتطالعنا بتطورات سريعة على الأرض. آخر هذه التطورات تقدم قوات طارق صالح في الساحل الغربي لليمن. إلى أي مدى هذا التقدم مهم، وهذا المكان وهذا الموقع يمثل أهمية استراتيجية للحرب على الحوثيين في اليمن؟ في البداية أنا أرحب بحضرتك وبالضيوف. بالنسبة لتعليق حضرتك أن الأخبار متلاحقة ومتسارعة، هي أهم حاجة طبعا مصداقية الخبر كمان. إحنا بنقرأ أخبار كتيرة جدا، وأنا يمكن ده سبب زيارة اليمن، تشتت الأخبار وبتبقى ورحائية وكالات كبيرة ووكالات دولية ويعني جهات مسؤولة. لما تروحي حضرتك للمشهد على الأرض هتلاقي الوضع مختلف. يعني بصراحة في نسبة كبيرة من التزييف بتحصل، ده في جانب. هي حرب إعلامية، يعني نقدر نقول عليها بدرجة كبيرة حرب إعلامية، وهو الحوثي ومن وراء إيران طبعا عندهم آلة إعلامية ضخمة في الحقيقة. ويمكن احنا فكرنا ان يكون في من جانب قوات التحالف دعم يعني للشعب اليمني كمان، فكنا احنا اول صحيفه عربيه او مصريه عشان اكون ادق تروح تعاين الواقع وتشوف الاحداث منذ اندلاع الازمه. يعني عظيم. احنا لما رحنا عدن، عدن الحقيقه تم تحريرها فعلا، انما برضه ما زالت بتواجه مناوشات نقدر نقول عليها لزعزعه استقرارها من قبل الحوثيين في شكل خلايا نايمه وفي شكل تفجيرات من وقت للاخر وبشكل مفاجئ. ده مخلي بيعطل حركه التنميه هناك، معطل اكتمال نقل السفارات، معطل يعني معطل اكتمال شكل الدوله المعنيه العاصمه المؤقته كما اعلن عنها، يعني العاصمه المؤقته لليمن وجودها ضروري وتثبيت الجهات الرسميه فيها ضروري ومهم جدا الحقيقه. لما تروحي هناك هتلاقي منظمات الامم المتحده بتقول ارقام، وهي جهه معتمده طبعا. لما تروحي على الارض وتتحققي من الارقام دي هتلاقي في جزء كبير منها طبقا للمصادر اللي احنا قابلناها مش صحيح. سواء أرقام مثلا الإغاثات اللي بتيجي وبتتوزع، أرقام الضحايا من الجانب الحوثي، أرقام الحاجات اللي بتتوزع على المستشفيات. حضرتك معايا؟ اتفضلي. فأنا أقصد أقول لك يعني في أرقام كتيرة تسمعيها وتتفاجئي جدا ان هي من جهات معتمده. طيب، الكلام اللي حضرتك بتقوليه في الحقيقه في غايه من الخطوره، ولكن يجب ان نتوقف عنده ونحلله بشيء فيه عمق. لكن